بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، حمد يليق بجلال وجه ربي وعظيم سلطانه. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد وإن رضيت. يا رب يا الله، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. ها هو برنامجكم على مدار شهر كامل، أزفة على الرحيل والانتهاء، ووصلنا إلى نهايته. تكلمنا فيه، نصحنا فيه، تواصلنا معكم فيه، أخطأنا فما أصبنا فمن الله، وما أخطأنا فمن الشيطان ومن نفسي. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا. وفيه أيضا أقدم كل اعتذاري وكل أسفي إذا كان مثلا مريض زعلني في المكالمة ولقيت هامل نفسه وصار لي زي عملية هيك، يعني شوية يعني زعل، لأن الزعل هدايا ناتج عن حرصي وخوفي على المريض، وناتج عليه إني ألي نحس في المريض، نحس فيه زي نفسي بالضبط، وناتج عليه إني أدرى ومدرك أكثر مما سيحدث للمريض، إني قريته ونعرف بالضبط وين حيمشي السكر به وش حيصير فيه من جراء هذا العمل أو هذا الإهمال. بعد يوم أو يومين سيحل علينا العيد إن شاء الله، ويكون هذا الشهر الفضيل يعني قد حمل لنا كل يعني وسائل التراحم ووسائل يعني العفو عند المقدرة والتراحم فيما بيننا، وحب بعضنا بعضنا، والإيثار على بعضنا البعض، وحب لأخيك ما تحب لنفسك، وحب للجميع الخير دون حسد ولا بغض ولا يعني غلظة في القلوب. ولهذا هذا الشهر هو فرصة منح الله عز وجل في هذا العيد، نصوم ثم نفرح بصيامنا هذا الشهر، ونتضرع إلى الله عز وجل ليتقبل فيه صيامنا وقيامنا وسجودنا، وأن يجعل لنا فيه كرة أخرى، وأن يجعل العقبة داير، وأن يجعل إن شاء الله عرفت ديما عامر في بيوتنا وفي بين أهلنا وبين ناسنا بسلام وبوئام، متآخين إخوة شرقا وغربا وجنوبا، عرب وأمازيغ، ويعني تبو وحضر وبدو، كلنا بكل أطياف هذا المجتمع، بكل يعني أطيافه وبكل أشكاله وأنواعه، كلنا تحت كلمة واحدة وهي ليبيا تجمعنا. هذا البلد الطيب، هذا بلد المليون حافظ ونيف، هذا بلد الناس الطيبة اللي عرفها العالم كله، اللي أكثر الناس في كل مكان تمشي يقولك أحسن عشرة ليبيين، أحسن الناس تعشرهم. لكن لما نشوف وسط بلادنا نظل في بعضنا ما فهمتش كيف، علاش هيك إحنا في بعضنا؟ علاش إحنا نحسدوا بعضنا؟ علاش نكرهوا بعضنا؟ علاش ما نحبوش بعضنا؟ علاش؟ شنو السبب؟ البرة تلقى ليبي يلقى غير مجرد يلقى، والله العظيم مجرد تسمع يتكلم ليبي بس، يظل كل خدمة لأنه يحس به، لأن إحنا هذه الطينة الطيبة اللي ربي اليوم هيك يوم عيد ويوم أخير نبي نتكلم كلمات هيك رقائق، نحاول لعل وعسى أن تلامس يعني قلوب الكثير منكم، وأن يكون لها أثر طيب على نفسي ونفسكم. يعني إحنا الليبيين رانا ناس طيبين، والله طيبين، والله أطيب منا ما فيه، والله لما نقارن نفسنا بالشعوب الثانية، شعوب ماكرة، شعوب فيها الخبث، شعوب فيها يعني متدمرة، نحن ناس نحب ربي، نحب الدين، نحب الالتزام، نحب الصلاة، نحب العبادة، نحب فعل الخيرات. يعني مجتمعنا مجتمع بسيط جدا، بسيط مجتمع، أغلب ناس بسطاء، أغلب السواد الأعظم منا بسطاء، تمرمدنا وتبهدلنا لنا 50 عام وإحنا ناكل عروسنا ومتمرمدين ومتبهدلين،
وقبل عرفت كيف حروب واستعمار وما إلى ذلك، ما شفناش يوم في حياتنا طيب للأسف. ما عشناش، عشنا السجون وعشنا الخطف وعشنا القتل وعشنا الدمار وقتلنا بعضنا بعض والدم جريه، عرفت كيف في وديان، سالة وديان لا لي شيء إلا من أجل شيء، أمور تافهة لا تساوي شيء. ألا تكون هذه فرصة أن نجتمع على كلمة واحدة، سواء ننبذ يعني الفرقة والتقاتل والتضارب والتناحر فيما بيننا البعض، في بعضنا البعض فيما بيننا؟ أليست هذه فرصة؟ إذا كانت ما تكنش فرصة، أفضل أيام الله عز وجل وأقربها لله عز وجل يوم العيد، نتنازل لبعضنا البعض. اللي بالكرسي خلي ياخذه، مشبط ملبط عليه ياخذه، غير كان قده ويقدره ياخذه. والله والله الذي لا إله إلا هو، أنا أستغرب في عباد الكراسي، أستغرب فعلا عندما يعني حتى مجرد إن يسألوني أو يقولوا لي مثلا نبوا نحطوك في حاجة ديكاية الفلانية أو مسؤول على حاجة فلانية، نبدأ كلني نرعش باللي فيه. والله نبدأ كلني نرعش باللي فيه، نخاف، لأني فعلا أحس نفسي أني أنا مسؤولية. كيف أنا بنمسك رقاب هؤلاء الناس؟ أكثر من مرة يطلبوا مني أن أدير مستشفى أو أدير يعني مرفق صحي أو وزارة أو وكالة، أو لا أستطيع، لأن رقاب ناس في رقبتك. الراجل الملوح اللي بالكيماوي ومات لأنه ما عندش كيماوي في رقبتك، واللي السكر تفعت من 100 وما قدرش ياخد دواء في رقبتك، واللي بشيء بيعالج في المستشفى ما لقاش حجرة ما لقاش سرير في العناية في رقبتك، كلها في رقبتك. قديش متعبي في رقبتك؟ شفع يا رسول الله، قديش بتملى في رقبتك؟ تبي رقب باش تتحمل هذا العبء، وهذا العبء ثقيل جدا. تبي رقب مش رقبة، تبي مئات الآلاف من رقب باش تصلح على وجه هدايا. ولهذا دائما وأبدا نحاول بقدر المستطاع أن نقدم الأكفى. وصاحب الولاية لا يولى، حتى في يعني في الحديث أو في الدين، أعتقد ولا أعلم هذا يعني أن صاحب الولاية لا يولى، يعني اللي طلبها ما يعطوها لاش، يجول اللي مقعمز في حوشة ويعرفوه بكفاءته وبورقيه وبدراسته بإمكانياته العلمية وخبرته، هي اللي تتقدم، مش لأنه ولد فلان ولا ولد علان ولا أصلا من فلان ولا علان. ما هكذا تورد الإبل يا بلدي، يا أهلي، يا ناسي، يا أرضنا، يا بلادنا، يا شعبنا. قدموا الأكفى، قدموا من هو صاحب الكفاءة، قدموا اللي هو من هو صاحب اللي هو المروة والرجولة، وصاحب الذي قلب على البلاد واللي يحب البلاد واللي يحب أهله وناسه، مش يحب جيبه ويحب مصلحته ويحب أهله ويحب واللي حواليه فقط. كل الناس أهلنا، لما يجي مريض ويعالج عندك لازم تحس به إن هذا بوك، خوك، مرتك، أختك، خالتك، عمتك. إذا ما حسيتش به ما فيش خير فيك. إذا حسيت روحك تكتب في وصفة غير باش تمشي وخلاص، والله ما فيك خير وما تستحق أن تكون طبيب. إذا حسيت أنك أنت عرفت كيف تعامل في المريض غير بتسجده وتفتكه منه بس ويمشي عالج يدبر راسه ولا كذا، ما فيكش خير. لكن فيك خير لو المريض لقيته بيدور نفسه، شدته من ايده وضربتها زي العيل، يقول لك كي بدور نفسك ولادي. هذا هو الطبيب الناجح، هذا هو الطبيب المؤمن مسلم، هذا الطبيب اللي يخاف الله عز وجل رقاب الناس. ولهذا أنا يقول شديد، قول شديد زي ما تبي، I don't care،
ما دام انا نعم ايه ما دام امام الله عز وجل انا يعني اعتقد واعتقد في نفسي اني مخلص لله عز وجل. هذه كلمه للعيد، تحابوا تاخوا خلاص ياسر ياسر، رانا شبعنا شبعنا دم وشبعنا شوفت قتل ودمار ودف الناس حية وكل هذا شبعنا منه. أرجوكم خلوا هذه آخر عيد نتقاتلوا فيها، وآخر عيد نكره بعضنا، خلوا هذه أول عيد نحب بعضنا، أول عيد نتلاقوا على كلمة سواء نتفقوا فيها، نقدموا بلادنا ونقدموا صارنا. والحياة إحنا خلاص كبرنا، إحنا خلاص على عتبة الستينات، خلي الجيل الزاي هدايا والصغار الجايين يعيشوا حياة زي الناس. أرجوكم أتوسل إليكم خلوا بلادنا تمشي قدام. والفقير عرفتني كيف ما يحسدش الغني، والغني ما يشوفش الفقير إنه هو حقير، واللي عنده ربي يزيده ما دام بالحلال، واللي عنده وبالحرام راهو تحس يوجك خاطرك، والله ما يوجك خاطرك، والله ستكون عليه وبالا وسيصرفها في الدواء وفي الدواء وفي الدواء، لأنه مش حيسامح هذا الشعب كله اللي كلاله رزقه وكلاله حقه. هذه مقدمة بسيطة للعيد، العيد اللي هو احنا نبو نستقبلوه بفرح بمرح، وما نفرطوش فيه أكل حلويات والشوكولاتة، بالعكس أنا نبي ننشر ثقافة في العيد. هل ممكن نقدر ننشرها الثقافة هذه؟ احنا ممكن يجوك الناس وبيعيدوا، علاش ما ننشروش ثقافة ان احنا ما نضرش اللي جايني من هالكاشي، ما يجينيش سكر 120 يطلع مني سكر 400، ولا يجيني ضغط 120 على 80 ويطلع مني ضغط 160 على 90، ماكلة حلو، ماكلة حار، ماكلة مالح، ماكلة واحد كان جهاز الهضمي بتاعه مستريح شهر كامل بيخش لشي شيء الساعة 11 الصبح الساعة 12 الصبح، علاش ما نديروش فروت فروت سلط وقدمها للناس؟ علاش ما نديروش عصير طازج؟ هاي الفراولة مليانة، اهو الموز مليان، اهو الحليب مليان، اهو الفراولة بلاش فلوس، نقدم عصير طازج بدون لا سكر وبدون أي حاجة، والكميات الحلويات تكون يعني قليلة جدا، مش لازم لازم ناكل مقروضة، ولازم ناكل البكلاوة، ولازم ناكل الغريبة، وناكل الشوكولاتة اللي بيقدموها لي، وفوق منا العصير اللي فيه 10 كواشيك سكر في الطاسة. هيك أنا يعني قمت بيهم الضيوف، أنت ما قمتش بيهم ضيوفك، أنت ضيوفك أنت دمرتهم. كان تحبوا ما ادري لهمش هيك. فهذه اشياء مهمه. 10 عادات سيئه في العيد يجب علينا ان نتوقف عليها فورا ونقف عندها. 10 ممارسات خاطئه في العيد. هذه ممارسات الخاطئه في العيد. اولا رقم واحد هو الافراط في أكل الحلويات والعصائر والمشروبات الغازية والشوكولاتة، لأن هذه بترفع السكر وتدير تلبك معوي وتزيد من نسبة الإصابة بالسكر، وحتى الناس المهددة بالإصابة بالسكر حيكونوا في نسبة كبيرة جداً إصابة بالسكري، حتى المهدد اللي هو ممكن هو مش مصاب بالسكر قبل ممكن هو يصاب بالسكر ويصبح مريض سكر. هذه حاجة. الحاجة الثانية نقطة مهمة، إهمال وجبة الإفطار. تعودنا ما نفطروش، تعودنا ما نتغدوش، تعودنا نتعشوا بس شهر كامل، أصبح في عاداتنا إنه ما عادش نفطروا. نعم اوكي، تعودنا ما عادش نفطروا. باهي ذكرني بالوقت يا عبد الرحمن بالله عليك.
معاش نفطر وبكل، نسينا الفطور، بينما الفطور هو أكثر وجبة صحية، وأنا هدية للأسف للأسف أنصح نفسي بها قبلكم، أكثر وجبة صحية هي الفطور. أولاً تنظم سير الإنسولين، تنظم سير الهرمونات، تنظم الجهاز الهضمي وسير الجهاز الهضمي في الجسم والإفرازات المختلفة اللي يحتاجها الجسم. والإفطار يعطيك شبع في الصبح، ما تجيش الغداء جيعان بتموت، تزنكها زنكة مش عادية. من وطبعا وعادة وجبة الفطور أخف من الناحية الغذائية من الدهنيات ومن السكريات. طبعا ما نتكلمش على يعني بريوشة بالزبدة وبالعسل وبالنوتيلا وبالمش عارف لوز وفستك، وما فيش حاجة ما فيهاش بريوشة بكل شيء، هي بيكي كبرها عرفتني كيف، ومحملين فيها 19 نوع عرفتني لما عشت نقام، هي خفيفة يأكلوها خفيفك، زيد فيها الزبدة وزيد فيها عرفتني كيف، هي بلوش كلها زبدة هي. فما نتكلمش على هذا، نتكلم على الفطور الصحي السليم اللي هو مثلا حليب، شاهي، قهوة، كابتشينو، كعكة، كورن فليكس، مع خضروات كلا، في ناس تفطر في خضرة إيه جزر وش اسمه يعني كذا، في ناس حتى تفطر في شرب تعدى السرا، ممتازة رايحة ماشي، وتفطر في طير بتاعك حتى سندوتش بالطن، سندوتش بالدحي، ماشي الحال، كله ماشي الحال. تفطر افطورك ترجع لعادة الإفطار القديمة اللي كنت ما كانت ما قبل رمضان. الفطور مهم في تنظيم السكر، حتى مرضى السكر اللي عندهم السكر مهم تنظيم السكر بأن يكون عندك وجبة الإفطار. مرضى اللي عندهم السكر ويحتاجوا إلى وجبات متكررة، الفطور مهم جدا، ما يديرش هبوط قبل الغداء. أغلب مرضى السكر يأخذ في جرعة إنسولين مكستار هدايا سيء الذكر، يضرب الصبحية يضرب 30، وبعدين يجي قبل الغداء يزدل السكر تاع 60-70 يصير له هبوط، لأنه ما يفطرش. باهي إهمال الإفطار شيء مهم. شرب المشروبات الغازية والإفراط في القهوة أثناء العيد، بتمشي خالتك عيشة بتعطيك قهوة وحلو، وبتمشي خالتك منوبية بتعطيك شاهي وحلو، وبتمشي خالتك ربيعة بتعطيك، عمتك ربيعة بتعطيك حلو شاهي حتى هي، والله العظيم ما صارت والله قهوة لما تشربها ولادي، يا حاجة شربت قهوة عند خالتي عيشة، لا ولادي قهوتي تختلف، والله ما صارت. ما تجبر حد عليه مكلة شيء، ولا تزعل من حد مكلة لك شيء، كل أدرى بنفسه، كل يعرف شو المرض. مرض عند السكر ما بيش يقول لك، حر. عند الدهون ما بيش يقول لك، دار قسطر على قلبه يقول عندك تبي دعامات أو عندك شريان مغلق وفخنات أو ورد بالك يتسكر، ما بيش يقول لك. عند ورم ما بيش يقول لك، عند الضغط ما بيش يقول لك، عند مشكلة صحية حاجة خاصة به. احنا توا كل الناس تعرف، إلا المريض ما يعرفش إنه مريض. انتو تعرف البرة، خلينا نتكلم على امريكا، باهي اللي عشت واشتغلت فيها. انتو تعرفوا ان في امريكا لما يجي المريض ومريض سكر ويجي معاه مرافق، لازم يطلع المرافق باش نقول المريض عندك السكر، بعدين المريض يقول لي انا نبيك تقول لي المرافق متاعي، ولا ما تقولش، اول واحد يعرف المريض. وممنوع عليك تقول لي أي مريض عنده مرض إلا بوجودك أنت وياه فقط، وأن تكون حاملاً لهذا السر مؤتمناً عليه، لا تبوح به لأي كائن من كان. إحنا توا هنايا فلان عنده السكر، من اللي ما يعرفش عنده السكر؟ حتى من اللي واقفين في راس الشارع يعرفوا فلان عنده السكر. باهي شرب المشروبات الغازية والقهوة بإفراط، هذه العادة الثالثة السيئة. إذا الأولى الإفراط في أكل حلويات، الثانية الإفراط في أو التفريط في وجبة الإفطار، الثالثة شرب المشروبات الغازية والقهوة بإفراط. الحاجة الثالثة الرابعة
اللي هي تناول المقليات معروفة، احنا أقل شيء نتكلم على أهل طرابلس، أهل طرابلس طرابلسية معروف أنه يديروا في كفتة ومبطن ويديروا في فاصوليا، وفي كل واحد يدير في حاجة، في يدير طبيخ فاصوليا، وفي اللي يديرها هنا، في حتى يعني يعني ثقافات مختلفة في المجتمع. أنا نتكلم عليه أقل شيء نعرف في طرابلس يعني، وكل مجتمع يدير في حاجة مختلفة. مش في 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 المدن، في بنغازي عندهم طقوس خاصة، في درنة عندهم طقوس خاصة، في مصراتة عندهم طقوس خاصة، في الزنتان، في جبل غربي، في كذا، في يدير يدير واحد عصيدة على صبح ربي يفطر عليها، كل واحد يدير في طريقة، وهذه طقوس جيدة وأشياء نحتفلوا بها العيد، ونوع من احتفال العيد له ابتداع وله كلام فاضي. هذا عبارة عن أشياء هيك أو الماير أو الماشي، مش مربوط بالعبادة، هذا غير مربوط بالعبادة، هذه عادات اجتماعية غير مربوطة بالعبادة إطلاقا. ما ربط بالعبادة هو الذي يجب أن نبتعد عنه، أشياء ربطت بالعبادة نبتعد عنها. نعم، فإحنا عندنا تناول المقليات والفاست فود، المطاعم السريعة، ناكلوا البرة، هذا همبورغر وهذا مش عارف وين وهذا كذا، ثلاثة أيام العيد ونام الصبح لليل، وإحنا فطور غداء عشاء ولا غداء وعشاء، وإحنا ناكلوا في فاست فود والأكل السريع، هذا أكل خطير وغير يعني سليم، وسببه حيسبب إلى كثير من المشاكل. أوكي، التقبيل والمعانقة، رانا ما زلنا في كورونا، وراو كورونا ما زال ما ماتتش، قاعدة حية تربش، وراء ممكن نظن في أي لحظة. صحيح الحمد لله ماشيين كويس فيها، وصحيح الحمد لله العالم حاربها، وفي تطعيمات وفي كذا، وخاصة الناس اللي مش مطعمة. الناس سامحوني في الكلمة، سامحوني في الكلمة، اللي ما زال عنده تخلف عقلي ويعتقد أن التطعيم خطير عليه وما زال ما طعمش، العيد رد بالك فيها، راه من التقبيل ومن البوسان ومن التطبيط، راه ممكن واحد حتى مش الكورونا، حتى مش الوباء، هذا مسكوم، بتسكمك انت وبتسكم العيلة كلها معك، هذا واخد بردة تبرد انت. خلونا كل عام وانت بخير، كل عام وانت بارك، عايدين فايزين، امك بوس لها راسها، ابوك بوس لها راسها، الكبار بوس لهم راس، اهوا راسها من قبعتهم اهوا بعيد، تشدها من فوق وتبوس لها راسها وتبوسها من فوق راسها، امك اخوتك خالتك عمتك، اما بوسان ها هذا التمطيق في بعضنا البعض، هذا بالله عليكم ابتعدوا عليه في العيد، الافضل الافضل الاحسن الاولى يعني. والله يعني بامانه يعني من حسنات الكورونا اننا نستنا في البوسان هذايا والتطبيط، حتى بتطبط طبط بالاعناق بالتكاتف نطبقوا، مش جاي فيها البناس، عرفت كيف يعني بوسان وواحد وكذا هذا، والنساء بالذات، النساء بالذات عايدة على أمك بوس على راسها بنيتي، بوس على يديها، بوس على رجليها، أمها رجليها اللطيات، بوس على وطار رجليها يا بنيتي، لأن وطار رجليها اللي تمشي عليها من ميمتك خير من الدنيا كلها، واللي ما فقدش أمها عرفت كيف يحافظ عليها ويرد بالها منها ويمشي قاع مستحت ركبها ورجليها، لأن راه اللي فقد أمها عاز تعازره. بارك الله فيكم، اللي فقد أمها عاز تعازره، تسكر البصرة في البنك سكر عليه، والله العظيم رصيده صفر، كما يخدم عليه رصا، والطايح مرفوع، اللي نزل اللي يصرفه اللي نزل اللي يديرها من حسنات يصرفه طول. اما دعي الميمه هذيك يا عرفتني، اللي اسال الله عز وجل يحفظ امهاتنا جميعا، وان يغفر لمن انتقل الى رحمه الله منهم. ماشي، تناول الاكل متاخر، تعودنا ان ناكل مؤخر، لكن نرقد بكري ولينا، قبل كنا ناكلوا مخر ونرقدوا الأربعة الفجر خمسة الفجر، توا لا، رقاد من الساعة 11 12، ولهذا علينا رقاد بكري، ناكلوا بكري. رد بالك، السبب الرئيسي في ارتجاع المريء، والسبب الرئيسي في أمراض الجهاز الهضمي، في أورام المعدة والجهاز الأعلي، أن تحول التهاب المعدة إلى التهاب في المريء، التهاب المريء يحول خلايا أو البطانة متاع الاثنى عشر إلى بطانة
مختلفة ويسبب ما يسمى بحالة اسمها باريتي أسوفيكس، وإذا باريتي أسوفيكس يتحول إلى البعيد كانسر ورم البعيد. ولهذا علينا أن نحافظ على وجبة الأكل قبل النوم، ألا نذهب إلى الفراش قبل ساعتين من انقطاع الكلي عن الأكل والشرب. مهم جدا هذا. باي عدم شرب كمية كافية من المية. احنا تكلمنا وقلنا كمية قديش مازال يا عبد الرحمن؟ احنا تكلمنا على الكمية الكافية من المية. الكمية الكافية من المية اللي هي تسيق بها حوشك، تسيق بها مصارينك، وتسيق بها كلويك، وتسيق بها قلبك، وتسيق بها دماغك، وتسيق بها دمك، وتنظف بها دمك، وتغير بها السوائل اللي عندك في الجسم، وتطلع السوائل المخزنة التعبانة وما إلى ذلك. ما هي؟ عدم شرب كمية كافية من الماء، هذه مهمة جدا، واحدة من الأشياء الهامة. عدم ممارسة الرياضة في العيد، يعني هو عيد وقت فاضي، واحد ما عنده ما يدير، وكويس والحمد لله، اجعل في يومك الرياضة، تعلم هذه العادة الحسنة اللي أسناها وأصبحت سنة في رمضان، خلاها تستمر. استمر الذهاب إلى المسجد بأبعد مسجد عندك في 5 أوقات، استمر في أنك تتمشى وتتريض، عرفتني، استمر في ممارسة الرياضة، استمر في مشاركتك في الصالة والرياضة. والصلاة الآن الحمد لله منتشرة في كل مكان، والمدربين ما شاء الله عليهم يعني على قدم وساق، يشتغلوا في شغل كويس مرتب، مع اختلافي في بعض الأشياء معاهم أنا في البروتين، من البروتين والقصة دي، وحنخصص له حلقة إن شاء الله ونتناقش فيها. أنا نبي حلقة نديرها خاصة بالبروتينات اللي نعطوا في الصلاة، ونبي نجيب مدرب مقتنع بموضوع البروتينات، ونتناقش أنا وياه طبيا علميا مهنيا، ونطلعوا برأي، خليه يجيب ما عنده وانا نجيب ما عندي، ونتناقشوا علميا ونشوفوا هل مفيد ام ضار. اما عندي انا ضار، واولادي زوز منع عليهم من البروتين، هذا ممنوع منع باتا. واصحابي خليت اصحابي كلهم اصدقائي رفقاء العمر بتاعي ربي يحفظهم كلهم، كلهم خليتهم صغارهم ما يعطوش ما يخلوش ياخذوا صغارهم البروتين هذا، كلهم الصغار كلهم كرهوني مساكين، قالوا كلها من عمي دكتور عبد القادر قام عاش خلانا ناخذ بروتين، مكرنا كنا باهي. فهذه عدم ممارسة الرياضة، عدم شرب كمية كافية من الماء، تناول الأكل متأخر، تناول المقليات، شرب المشروبات الغازية والقهوة بإفراط، إهمال وجبة الإفطار، الإفطار في أكل الحلويات، الإفراط في أكل الحلويات. هذه عادات، 10 عادات سيئة كنا ندير فيها. الله أسأل أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وجلوسنا. وأسأل الله أن يكون العقبة داير وعيدكم مبارك. وسامحوني نعاود أسفي من جديد، أنا متأسف جدا 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 لأي شيء صار خلال هذا الشهر، سواء كان ناس اتصلت وما حصلتنيش، ناس تواصلت معي وما ردتش عليها للأسف للزحمة، ناس يعني كانت عندها العشم إني نساعدها وأني ما ندريش عليها وما حصلتهاش، لأني راوني حتى في العيادة ما نعرفش كون عندي برا وشكون جايني في العيادة ما نعرفش. ولهذا أنا يعني أتأسف كل الأسف، وهذه زلات، وأنا بني آدم، أختي وأصيب، وأنا بني آدم بشر، لست ملك منزه، ولا يعني لست ملاك ولا نبي منزه، بني آدم يخطئ ويصيب، وخطأي أكثر وزلاتي أكثر من صوابي. ألتمس لكم عذرا، وأتأسف إليكم، وأتقدم إليكم بوافر الشكر والعرفان والتقدير إلى كل أفراد شعبنا العظيم، شعب ليبيا، شعب هذا الشعب المبارك، هذا الشعب الطيب. نسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذا العيد، وأن يجعل أيامه كلها أعياد وأفراح وسرور، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار، وأن يعم علينا الأمن والأمان، وأن يجعل بلادنا وبسائر بلاد المسلمين في خير ونعمة وأمان وبحبوحة، وأن يعطي كل محروم،
وأن يعطي كل محروم، وأن يعطي كل محروم، وأن يبارك في كل من هو أعطاه الله عز وجل، وأن يبارك له في رزقه، ويبارك له في ماله طالما بالحلال، ويبارك له ويفتح عليه ويزيد إن شاء الله. عرفتني كيف؟ ونسأل الله عز وجل كل خير سأل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به من كل شر استعاذ به نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعفو عنا، وأن يتقبلنا، وأن يغفر لنا، ويتوب علينا، ويجعل هذا الشهر أعواما عديدة ومديدة نصوم ونعيد ونصوم ونعيد ونصوم ونعيد، إحنا أمامنا وأبهاتنا وأهلينا وناسنا كلها، ويبارك لنا في أرزاقنا، ويبارك لنا في أبنائنا، ويبارك لنا في زوجاتنا، ويبارك لنا في زوجاتنا، اللهم يبارك لنا في زوجاتنا، لأن هذه الزوجات مساكين، وهذا النساءنا هم اللي شهر كامل وهم عرفتني كيف صاهرين على راحتنا، صاهرين باش ناكلوا الوجبة، باش نقولوا الحمد لله أكلينا، باش نشبع، باش يشبعونا بأطيب وأشهى وأنواع الأكل، تعصر نفسها باش تطلع عشان تطيب لك، باش أنت توكلك أزهى وأبهى ماكلة وأحلى ماكلة، باش أنت تقول بارك الله فيك يا زوجتي، بارك الله فيك يا أختي، بارك الله فيك يا أمي، يا خالتي، يا عمتي. رانا إحنا بدون نساء لا نساوي شيء، ولا النساء يساوي شيء بدون رجال. هذه حياة ما هيش تنفس بين الرجل والمرأة، لا أبدا، هذه حياة ما فيش تقاتل وتضارب، ويعني تقاتل على المسؤوليات وتضارب على المسؤوليات وحرب بسوس عليه المرأة حقها وما حقهاش، والراجل حقه وما حقهاش. هذا المرأة تبدأ واحد، الراجل يكمل اثنين، المرأة تبدأ ثلاثة، الراجل يكمل أربعة، خمسة، ستة، واحد بواحد، واحد بواحد، النص العشرة. أما كان ما فيش امرأة اثنين ما فيش، ما قدوش نمشوا لثلاثة، ما فيش راجل أربعة ما فيش، ما قدوش نمشوا لأربعة، خمسة، ولما جرى. هذه حياة هيك مع بعضنا، وهيك الإسلام علمنا، علمنا المرأة شيء عظيم في هذا المجتمع، وشيء محترم وشيء مقدر، قدرها الإسلام وأعطاها أكثر حقوقها وأكثر مما يتصورها لا غرب ولا شرق. بارك الله فيكم، وكل عام وانتم بخير، والعقبر داير، وعايدين فايزين، وإن شاء الله ربي يبارك هذه العيد، ونلتقي إن شاء الله في لقاءاتنا الدورية بعد رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك.